نور العسوي كانت بنت بتلعب كورة وجالها صليبي وبس، ووقفت وبالصدفة يعني خلتها تبقى وكيلة لاعبين كورة. لعبت في دجلة شوية، لعبت في ريال سنتين، لعبت في كازابلانكا بالصدفة. كنت كان في عندي لاعب أفريقي كان صاحبي يعني عادي في الكورة لما كنت أنا بلعب كورة وبس، وحصل معاه مشكلة مع وكيل هنا جابه مصر وسابه، وساعدته يعني ان هو يدخل نادي، ومن ساعتها هو بقى بيجيب لي لاعبين كرة تانيين ودخلت عن طريق الصدفة. كانت اول صفقة ليا كانت والتر باليا، كان بيني وبين اهله يعني انا اعرفهم بعيدا عن الكورة، وهو قال لي نور ساعديني اني اجي على مصر وكذا، وفعلا ساعدته وجي، وبعد كده حصل تاتش ما بيني وما بينه بسبب ان هو ما سمعش كلامي في ستاب معينة، وقفت جنبه فترة طويلة جدا ايام الجونة. بعد كده لما ابتدت العروض واخد هداف الدوري وكذا وكذا وبس، موقف يعني ما سمعش كلمتي لما قلتها له. العروض اللي جات لي الوالتر كانت بيراميدز والاهلي اتعرض، بس انا اللي ما خلصتش معاهم يعني، وهو راح من ورايا الاهلي. انا كنت شايفه انه بدري يروح الاهلي لان هو مش يعني هو اخد هداف الدوري، بس الاهلي جماهيري جدا، مجرد ما يعمل ستيب واحده صغيره فيها مشكله او يغلط غلطه بسيطه كل الجمهور هيجي عليه، دي من وجهه نظري. بالنسبه للعيبه اللي معايا دلوقتي، معايا رائد الفادع منتخب سوري نادي الترجي، هو مهاجم، معايا عبد القادر بدران، معايا هيثم المحمدي تونس برضو تحب انجردام، معايا محمد علي جويني بيلعب في الطلائع هنا كان الصفاقة التونسي، معايا عمرو رضا بيلعب في أسوان من الشرق الإماراتي، معايا عبد الله هنطش بيلعب في أسوان، معايا لعيبة كتير الحمد لله. يعني هو الحقيقة أنا حبيت في البداية علشان الموضوع يبقى متميز أو أميز نفسي إن أنا أغير فكرة الأفارقة، عشان إحنا احتل الفترة اللي فاتت السوق احتلوا الأفارقة، بقت كل الصفقات اللي داخلة من أفريقيا تمام، فأنا حاولت إن أنا أجدد، فابتديت أشتغل على شمال أفريقيا، جزائر تونس مغرب. لا بالعكس يعني انا شفت ان هم كانوا مبسوطين جدا يعني لما اتعرض لعيبه على طلائع الجيش وكانوا كويسين جدا، تقبلوا الموضوع جدا وكانوا يعني انترستد جدا هم ييجوا، يعني ما فيهاش مشكله. هو انا ببقى يعني انا ما بحبش اشتغل بان انا اعرض اللاعب اللي ممكن يكون لسه في تفكير، هو انا عندي حل من حلين، رقم واحد اما هو اصلا يبقى عايز اللاعب بتاعي عشان هو عارف اللاعب بتاعي بيلعب فين، رقم اتنين ان انا بعرض مرة واحدة، يعني انا بقول له في لاعب فلان فلاني كذا 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 عايزه ولا لا، عايزه عايزه مش عايزه خلاص يتسكي بيروح نادي تاني. يعني الفرق بين التعامل في تونس ومصر ان تونس في ضغط كبير، يعني يمكن هنا ضغط في تونس من الجماهير ومن النادي اكبر من مصر بمليون مرة، الجمهور هناك لو بس حد عمل غلطة بسيطة الدنيا بتقوم، فانا شايفه ان الصفقه بتكون صعبه في تونس اكتر من مصر بصراحه. بص هو الصفقه بره اصعب لان هم الاداره حازمه زياده، يعني بتحط بنود صعبه جدا في العقود وما فيهاش خلاف يعني، وما فيش بيع كمان هناك. لو نبص للترجي فالترجي سهل تدخله لاعب، صعب تاخد منه اي لاعب لانه بيطلب ارقام مش طبيعيه يعني، فعشان كده بيكون صعب التعامل شويه في تونس يعني.